بقول للعالم انه ما بقى يعملوا مشاكل وخلي الدنيا هيك رواق. هي أمنية عبر عنها هذا الطفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال مهرجان نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح تحت عنوان عيد معنا في منطقة عرمون. كل عام بخير. محبة وعطاء وإنسان بنفسة الأولاد. إن شاء الله دايما نكون سعيدين ويكون العالم سليم ما في مشاكل. بالنسبة لنا شيء كتير حلو للأولاد والصغار. روعة للأولاد ولا أروع من هيك. كلنا أمل بعيدوا على الجميع بخير وعافية يا رب واكل خلي يرتاح شوي ترتاح العالم. بنشوف الفرحة عم ترتسم على وجوه الكل. هكذا بدت الأجواء هنا، المحبة والعطاء جمعا أهالي المنطقة والجوار ضمن المهرجان الذي تضمن نشاطات عدة. هالمهرجان بيتضمن ألعاب نفخ، ATV، فوتبول سوب، بانجي ترامبولين، بيتضمن مسابقات، سحب قرعة على ألعاب ترفيهية تنافسية، في رسم على الوجه، في صيد سمك حقيقي. ويستمر المهرجان لغاية يوم الجمعة ابتداء من الساعة 3 حتى 10 مساء. لا تصدقوا إذا قيل لكم أن العطاء يأخذ منكم شيئا، فكلما أعطيت كلما زاد من قيمتك ولم ينقص. وإن شاء الله بيكون عيد الأضحى موجود بكل أيامكم يا رب. أيسر نور الدين، تلفزيون المستقبل.